تحقيق الاندماج الاجتماعي والرياضي وتأطير النساء والشباب والأطفال في المجالين الرياضي والاجتماعي، وكذا تنمية الملكات الرياضية لدى المستفيدين، إلى تقريب بنيات الاستقبال الرياضية والاجتماعية من المواطنين لا سيما منهم النساء والأطفال والشباب. استراتيجية واعدة هي حلقة ضمن برنامج شامل لإصلاح قطاع الشباب والرياضة وإرساء أسس جديدة في التعامل تدعم كل أشكال الشراكات مع القطاعات المعنية ومع الجمعيات والمنظمات الشبابية لتعزيز الأدوار الاجتماعية والتربوية والثقافية وتقوية المؤهلات من أجل ضمان حكامة جيدة لمؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب والمرأة والرفع من جودة الخدمات المقدمة لتلبية حاجيات هذه الفئات، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة والديمقراطية التشاركية بين صفوف الشباب والأطفال والاستثمار الجيد للإمكانيات والموارد للرفع من مردودية ومستوى الخدمات المقدمة لتلبية حاجيات الطفولة والشباب والمرأة. تأطير الأطفال والشباب وصقل مواهبهم فضلا عن اكتشاف طاقات إبداعية شابة، تلك هي أهداف إنشاء دار للشباب العروي، مؤسسة جديدة تحدث في إطار مقاربة ترمي الإسهام في محاربة الأمية والإقصاء الاجتماعي. المزيد من التفاصيل في ربورتاج عبد الرحمن الهلالي وعبد الكريم المغاري. إعادة بناء وتجهيز دار الشباب هاته بمدينة العروي مكن من توفير فضاءات جديدة مجهزة لتكون قريبة من حاجية الأطفال والشباب في ممارسة هوايتهم ومختلف الأنشطة الثقافية والفنية. توفر دار الشباب الجديدة بالعروي على فضائل الإعلاميات والفنون التشكيلية إلى جانب فضاءات أخرى هو استجابة لانتظارات الشباب. قسم الشباب بوزارة الشباب والرياضة كتوضع جميع الوسائل ديالها التقنية والبشرية والتجهيزات متوفرة في المؤسسة لجميع ساكنة العروي وشباب العروي حتى يتمكن شباب العروي بلورة جميع طاقاتهم من خلال المسرح والثقافة والفن وجميع الأنشطة الأخرى. بالنسبة لنا احنا اكتسبنا واحد المكسب جديد لأن دار الشباب جهزت وداكشي اللي كان قبل كان عبارة عن ثلاثة الغرف وداكشي ناقص بزاف، ولكن دابا مبادرة للتنمية البشرية وبفضل الرعاية ديال السامية ديال جلالة الملك أن دار الشباب ولات حاجة أخرى، تجهيزات أخرين، الغرف كاين أكثر، يعني الشباب عنده فضاءات بزاف اللي غيقدر ينشط فيهم. أنا كنأطروا هذا واحد الورشات ديال الفنون التشكيلية بصفة عامة اللي كتهتم بالتلاميذ اللي عندهم ميول في الفنون التشكيلية ولا بالفن بصفة عامة باش ينميو المهارات ديالهم، وكنحاولوا نستقلوا التلاميذ اللي عندهم مواهب كنحاولوا نستقلوا المواهب ديالهم، اللي مبتدئين كنحاولوا نعاونوهم ونساعدوهم ونقدموا لهم مساعدات يعني في الجانب ديال التقنية والجانب ديال المهارات والجانب ديال الآخر باش يعني يمشيوا بعيد في هذا الميدان هذا. إعادة فتح دار الشباب بالعروي بمواصفات جديدة في وجه الأطفال والشباب لممارسة العديد من الأنشطة الثقافية هو دعم لدور المؤسسات التعليمية في التثقيف والتكوين، ويضع المشرفون على تأسيس دار الشباب هذه في الاعتبار تمكين الجمعيات وأندية الشباب بالمدينة من تنظيم أنشطتها. كان ناقصنا بزاف ديال الحوايج هنا في العروي، ولكن الحمد لله دابا كلشي لقينا فيها الراحه ديالنا، فين كنلعبوا باسكيتبول، الاعلاميات، قاعات المطالعه، يعني كلشي الحمد لله كلشي داروه لنا. اليوم كلشي تطور، درنا قاعه الالعاب باسكيتبول، درنا كره الطائره اللي في الشبيبه، درنا الاعلاميات وقاعه المطالعه وفين الالعاب، كلشي دابا الحمد لله مزيان. اول مره كنجي هنايا لاخر دار الشباب، يعني فيه بزاف ديال الحوايج اننا ما كناش نقدروا اننا نتوصلوا ليهم، كالاخر كدابا الاخر العلميات وبزاف يعني بزاف الحوايج اللي تطوروا، بزاف الحاجات نقدروا نستافد منها. مثلا المطالعه قبل ما كانش عندنا فين نمشيو للمطالعه، فين ندوزوا الوقت نتاعنا، يعني غير بالنسبه للمطالعه نقدروا نجيو نقراو بزاف الكتب، او بالنسبه للاعلاميات يعني كنجيو نستافدوا من تما، مثلا كنتعلموا بزاف الحوايج في قسم الاعلاميات. ما كانش عندنا هادشي من قبل، كان المطالعه هنا اوقات الفارغ كنجيو هنا
كندوزوه مزيان باش نستافدو عاد مطالعة مهمة علينا في السنة التأهيلية. انا عندي موهبة نتاع الرسم، كنت كان نرسم في الدار وها وليني دابا منين داروا لنا هاد دار الشباب غادي ننمي العقل ديالنا. أنشطة عديدة تم توفيرها في هذه الفضاءات، الرابط بينها قربها من اهتمامات شباب مدينة في طور التوسع والتي بدأت تعرف في السنوات الماضية تحولا ديموغرافيا وعمرانيا. أما النادي السوسيو رياضي للقرب صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن فيضم جميع المرافق الضرورية لتيسير الولوج لممارسة الرياضة في إطار مقاربة تشاركية الهدف منها إشراك جميع الفئات العمرية للمجتمع المغربي. عن أهمية هذا الفضاء الجديد يزور الروبورتاج عبد الرحمن الهلالي، عبد الكريم المغاري، رضا قديرة وعبد الإله الشهب. دمج الرياضة والعمل الاجتماعي والثقافي في فضاء واحد مفتوح في وجه الأطفال والنساء وكاد الشباب هو خاصية النادي السوسيو رياضي للقرب الذي أطلق عليه اسم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالعروي بالقرب من مدينة الناظور. فهذا النادي يفسح المجال للشباب من الذكور والإناث لممارسة مختلف الأنواع الرياضية. هذا مركز جديد اللي هو واحد من مجموعة ديال 25 اللي غيتم التدشين ديالهم من هنا لستة أسابيع، ومجموعة ديال 100 مركز اللي غيتم التدشين ديالهم من هنا لأواخر هاد السنة إن شاء الله. إذن هذه مجموعة من المركبات اللي تيكون فيها الرياضة، تيكون فيها الترفيه، تيكون فيها مسائل اجتماعية بالنسبة لسياسة القرب اللي تنجها سيدنا الله ينصره واللي تتخلينا باش يكون هذا العمل عمل اللي تيخلي كل شاب او شابة اللي يمكن لهم يدخلوا لهذا الملعب يمكن لهم يدخلوا لجميع الملاعب في جميع انحاء المملكة. هو إذن أول ناد من نوعه بالمغرب ستتبعه نوادي مماثلة تجمع بين ممارسة الرياضة والقيام بأنشطة ثقافية واجتماعية، غير أن الرياضة تبقى من المجالات المهمة في هذا النادي باعتباره سيبقى مفتوحا طيلة أيام الأسبوع. هذا الفضاء هو واحد النتيجة باش نصيبوا حتى هاد الفتيات، لأن من المعاد ما الرياضة عندنا بالنسبة للفتيات، وهذا القاعات وهذا المسائل ديال الشبيبة والرياضة اللي تفتحت والفضاء ديال العيالات الايروبيك وواحد القيمة مضافة للمدينة ديال العروي. هاد الفضاء مزيان، قبل ما كانش عندنا فيه كلعبوا بحال هاد الرياضة بحال الباسكيت اللهم إلا في الثانويات الإعدادي، دابا عندنا في لعبوا باسكيت لهون كرة طائرة. مزيان هذا الفضاء ماشي كبير ولكن الحمد لله بعدا على الأقل عندنا ملاعب نلعبوا فيهم. جاتني زوينة ومريحة لينا ونلقاو بعدا فين غادي نلعبوا، اللي عنده مواهب مثلا ديال الباسكيت يلقى فين يلعب ويعني يدرب. أنا فرحانة بزاف حيت الملك الله ينصرو فكر لنا باش يدير لنا فضاء فين نتمتعوا ونلقاو الأوقات ديالنا الفارغة ما نضيعوهاش هادئة، ونشوف نكشفوا على مواهب يعني ما كناش نعرفوها ونتجمعوا مع أصدقائنا ونطوروا الأفكار ديالنا اللي كنا مش حال هادي باغين نكتسبوها. ناد للقرب قريب من الاهتمامات المختلفة للشباب والأطفال من الذكور والإناث في ممارسة أنواع مختلفة من الرياضات التي تحظى بالشعبية. بما أنه هذا هو النادي الوحيد اللي كان في العروي كنعرفوا الناس ديال العروي الكاراتي باش يعرفوه مزيان، وغادي ان شاء الله الا كتب لينا هذه القاعه هذا المكان المحترم غادي نشدو فيه مكان وغادي نحاولوا نعلموا وليدات الصغار هذه لا ديسيبلين ديال الكاراتي. انا جاني زوين بزاف هذا الفضاء اللي داروا هنا في العروي، حنا كنا كنتعذبوا بزاف كنمشيو شمال تحت الوجده حتى الناظور باش ندربوا واحد، حنا كنهواو هذا الرياضه ديال الكاراتي ومنذ الصغر كندربوا عليها. كنتمنوا تزيد هذه الفضاءات بزاف باش حتى العروي غادي تقدم هذه الرياضات ان شاء الله. سعي النادي السوسيو رياضي العروي من أن يكون قريبا بالفعل من مختلف الشرائح الاجتماعية
مكن من خلق هذا الفضاء المتعدد الخدمات الذي سيمكن من ممارسة عدد من الأنشطة والأعمال الاجتماعية والترفيهية لفائدة